قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه ومناجاته لربه: والشر ليس إليك. قال: والخير بيديك والشر ليس إليك. فما الذي سنفهمه من الابتلاءات التي تحمل في معاني القدر شرا وضررا، موتا ومرضا ووباء وهلاكا للأنفس، أو حرقا عاما، أو خسارة تجارة، أو موت أرواح، أو فقد أحبة؟ كل ذلك يا كرام هو شر من وجه، أو إن شئت فقل هو ضر وكرب وضيق من وجه، لكنه من الوجوه الأخرى هو والله خير ورحمة ونعمة وفضل وعطاء. الشر المحض ليس إلى الله جل جلاله، فإنه ما أراد بهذه المقادير التي تحمل في معانيها ألما أو شدة وضيقا، ما أراد تعذيب العباد. ولو أراد سبحانه لأرسل عليهم صاعقة تخسف بهم عن آخرهم، أو حريقا فلا يبقي منهم ولا يذر، أو طوفانا يغرق الأرض كلها، لكن الله عز وجل أرسل هذه الآيات وقدر تلك الابتلاءات لمعان وحكم وعظات عظيمات كبيرات مضت الإشارة إلى بعضها.